اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا معاكم اولى فقراتنا الحواريه مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شرطوش. نتكلم معاه في امور هامه جدا اكيد في دقائق القمه، وايضا هنتكلم معاه في ملف النادي الاهلي ومباراه سموحه، والملف الاهم وهو اختيار الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني. استاذ عصام برحب عليك في البدايه ومنورني كالعاده. اهلا بيك كابتن عمر، واهلا بكل جمهور قناه الاهلي الكبير. طبعا ببارك لكل جمهور الاهلي تاني على لقب السوبر المهم جدا كبطوله، وببارك لجمهور الاهلي على فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك، ودي بطوله تانية وبطوله ايضا بتكون مهمه. حضرتك عارف يعني لقاء امبارح بقالنا زمن ما شفناش لقاء قمه بين اهلي وزمالك بجمهور وعلى ارض مصريه، زي ما حضرتك شايف على طول السوبر كان بيتلعب في الامارات، خارج مصر. شفنا اللي يعني ممكن يكون كان نوع من الترويج والشراكات زي ما دايما بنقول الاستثماريه، وده شيء عبقري يعني. لكن سوبر امبارح كان سوبر خاص جدا، كان بدايه الموسم نتمناه سوبر، كان كمان في كره حلوه قوي من زمان ما بتظهرش كتير في ماتشات الكبار الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، كان في فكر مدربين. لا سوبر محمل، سوبر تقيل، سوبر يليق بالكره المصريه. كمان لازم اشكر الاستاذ عمرو الجنايني والكابتن جمال غندور على الحكم الالماني فيليكس بريش، لانه كنت طلبت يعني عندنا في سوبر كوره واليوم السابع بضروره انه الحكام اللي يجوا من الصفوه من الدوريات اللي بيتقال عليها البيج فايف، ده تشامبيونز ليج، ده جابلك حكم طبيعي جدا طبيعي. وده يعني لا ليه؟ هل لانه مصر ممكن تقول لحكم بالصدفه تعالى؟ عارف لو بالصدفه أذا مطارات يعني وخريطة وأرض ومكان مصر مش مكانتها بقى، مكانها الملاصق لمكانتها، مصر محطة لكل الترانزيت من وإلى أوروبا وأمريكا كمان تخيل. وبالتالي يستطيع حكم أن يلعب 3 و4 ويجي هنا خميس ويلعب جمعة ويغادر منتصف ليل الجمعة فجر السبت، ويستطيع أن يلحق بمباريات أخرى يعني. وبالتالي اجتهدوا في ده ووفقوا. حضرتك احنا اتكلمنا على ان المباراه اتلعبت على ملعب برج العرب بجمهور، هل المباراه لما اتلعبت في مصر المباراه كان ليها طعم مختلف يا استاذ عصام؟ طبعا، لان انت زي ما قلت لك هي مباراه الكبيرين، هي مباراه بجمهور من فتره طويله، هي مباراه كلاسيكو لوحدها، حتى لو مش في اي بطوله، لو في الدوره الصيفيه، لو في افتتاح الموسم الخيري، سميها زي ما تسميها، فما بالك اما يكون كمان بطوله بقوه ماتش السوبر، لقاء الكبيرين بطل الدوري وبطل الكأس المحلية، ومن ثم لها يعني معزة خاصة لأنها عادت لملاعبنا الاتزان. كم كان الجمهور عظيم أنه ما خرجش عن المألوف، كم كان الجمهور عظيم أنه ما راحش على أي نداء اللهم إلا نداءات لصالح مع أو ضد فريقه أو الفريق المنافس، لكن لم نلحظ أي خروج عن المألوف. شفت المباراة إزاي يا عصام؟ فنيا يعني؟ طبعا فنيا. لا شفت مدرب أجاد، ومن فترة اتكلمت في أن الراجل من وصوله وطريقة الاختيار اللي قالها دكتور كابتن شيخ طه اسماعيل وكابتن زكريا طبعا معاه وكابتن خالد بيبو معاه، وهي 3 اختيارات ناجحة جدا من الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، لأنهم 3 أجيال مختلفة يجمعوا بين الخبرات والأكاديمية وكل عناصر اللعبة. وبالتالي اجتهدوا، لأنه بعد ما الأهلي كعادته بيدي الفرص طوعية للراجل اللي بيدير فنيا، الموسم انتهى، وبالتالي اللي بتختار منه بقى زاوية قليلة، فاختار الشيخ طه والذين معه قبل ما يعرضوا على الكابتن خطيب الرجل الذي يمكنه أن يزيد حجم طموحاته هو، وتتواكب مع رغبة النادي الأهلي في مدير فني مطور. ويمكن لو أنت فاكر أنا قلت لك أول ما يقول عاوز طقم أجنبي، أول ما يقول لو خدت حد مصري هاخد حد اللي هو بالظبط كده لايقة على سامي قمصان من الجيل ده والشريحة دي، حتى أفيدك بمدرب مصري على بال ما يشتغل معاه موسم والتاني إن شاء الله يبدأ هو يبقى حالة تانية. وبالتالي لم يستعن إلا بسامي قمصان. ده الاجتهاد الحقيقي. كمان هو داخل على حداثة جديدة، في مدرب إضافي طلبه بحسب معلوماتي، محلل أداء، علشان كمان يبقى عنده مدرب ومحلل أداء يستطيع أن يدربه الناس اللي خارج المران. وعايز أوضحها لجمهوركم العظيم، ألا وهي أنه مفيش حد بيدرب 35 لعيب في تمرينة،
الحداثة كلها من قرابة العقدين أو 20 سنة يعني بالضبط بره، أن حضرتك بتدرب 25 واحد، لكن عندك في النص الفريق 2 أو البي أو 23 سنة بيلعب. ويمكن يعني آخر مشهد الناس شافته باريس سان جيرمان والريال قبل الماتش الكبير لعبوا 23 سنة اللي هو الفريق الثاني يعني عشان يبقى لعبتك كلها بتلعب، فعند احتياجك للروتيشن لعيبك جاهز. الجزء برضو المهم في هذه الحداثة ان الراجل كمان بيتكلم انه خلاص أن أوان ان انت تبقى زي العالم، مش شبه العالم، مش بتلتقط مقطع من العالم، بمعنى انه بيعلن التشكيل على الفطار، فالناس اللي هتلعب مركزة جدا، الناس اللي مش هتلعب عارفة انها اخر حد في التمرين، هو عارف احد امرين، اما عمر ربيع متفوق على عصام شلتوت او انا وانت عند درجة واحدة، لكن التكتيك اللي عايزه الراجل النهاردة اما محتاجك او محتاجني. دي بتعمل اللحمة بتاعت الاندية الكبرى. وبالتالي حتى في الذهاب للملعب بيبقى فيه باص اضافي يليق طبعا بمكانة الفريق، يذهب فيه الاحتياطيين في بنك يعني الغطاء الذهبي للفرق الكبرى، لانها ما هوش مجرد بدلاء زي الانديه العاديه، بيروحوا بيطلعوا الملعب، لكن وهم راجعين بيرجعوا مع التيم بقى ونبدا مرحله التدريب لمره قادمه. الراجل نجح في وقت بسيط لانه تقريبا شاف قرابه 15 ماتش برضه بحسب معلوماتي، وشاف كمان شغل الزمالك اللي هيلعبه، زي ما كان الح على الكابتن سيد عبد الحفيظ انه يجيب له ماتشات الفرقه بتاعت غينيا اللي لعبها اللي هي اكاديمي كانو سبورت اكاديمي. وبالتالي هو مشروع لتحديث ما هو كره قدم، من زمان ما شفناش حد جه حدث الا لما جه مارتن يول والناس اصحاب العلامات الكبيره دي، فييرا اللي جه الزمالك وغيره، اللي هو بيبقى ليهم لمسه تقرب الكره المصريه في ادواتها التدريبيه من العالميه. وبالتالي نجح في انه يلعب زي ما هو عاوز وما يلعبش على لعب الزمالك، لعب لعبه هو بالبلدي كده. استطاع ان هو يغلق الملعب لانه شايف الاربعه الحرفه اللي ميتشو حطهم في التشكيل كلهم ولاد المساحات، اغلق عليهم المساحات. واضح ان التمرين يعني واضح جدا في فكره الجمله وال1 3 مش ال1 2، يعني البديل مش 1 2 او اختراق من العمق بس، لا عمر عصام في ثالث جاي من منطقة بعيدة جدا، يطلع الشحات، يطلع أجاييه، يطلع حمدي فتحي، يطلع زي ما يطلع، لكنه لاعب تدرب انه يبقى موجود في المساحة دي. وبالتالي زاد مساحة علي معلول في الخروج للهجوم المنظم والانضمام أيضا كمدافع وسط في الكرة الثانية زي ما بيقولوا. وفعلا لو انت حسبتها كرويا يعني بعد ما قدر يسيطر بفكره قرابة شوط كامل وربما 10 دقائق من الشوط الثاني كمان على الأقل، إذا ما كانش 60 دقيقة كاملة، لولا يعني الله يرحمه الكابتن جاري كان يقول لك اوعى تكسر عمود الكردان، يقصد بيه السردباكين والديفندر والراجل اللي بيعرف يبقى الوسطى وفيرود وهكذا من الجانبين، يعني جناحين طايرين أو لاعبين على طرفي الملعب، كل واحد من دول عمود لكن اخطرهم عمود النص ده. وبالتالي خرج لك سردباكين كمان. خد لقطه انه رامي ربيعه العائد لتدريبات الكره وجاهز جدا جدا لانه لم يلعب الا يعني التقسيمه الاخيره، ما دفعش بيه مبكرا وما قعدوش تحت ضغط انه ممكن كمان يحتاجه، ليه؟ عشان يلحق يستفيد بيه في مباريات قادمه. بينما ميتشو اراد ان هو يفاجئ فايلر لكنها مفاجأة لم تكن محسوبة. يعني لعب في التشكيل يا عمر، يعني ايه لعب في التشكيل؟ حب يعمل توازنات غير الماتش اللي قبله، وبالتالي فقد الكثير من تكتيك كان محتاجه. لا يمكن ابدا ان انت تقول انه يترك مساحة كبيرة جدا لاربع مهاجمين محدش فيهم بيرجع لنص الملعب. عايز لك بالنسبة لمفاجأة التشكيل، هل حضرتك شايف ان فايلر كنت اتوقع بصراحه انه كان ممكن يبدا باجاي كراس حربه من البدايه؟ كراس حربه لا، بس انا شايفه مهتم جدا باجاي في مهمه ما ايه هي ما فهمتهاش، لكن واضح انه كان بيقف يشاور له في التدريبات الحاجات اللي هي يقطع فجاه يبقى مش بس من اول ما الاهلي يعني يبدا ضربه البدايه اذا كانت معاه او تبدا ضربه البدايه،
تلاقيه رايح على طول على فكرة الانسايد أو المهاجم، لكنه كان بيحاول يخليه يبقى شايف اللعب وبالتالي يروح ورا الكرة التانية زي الجول الأولاني بالظبط، اللي هو فجأة فينا جايب يشوط بيجيب جول، لا هو مع السردباك ده ولا السردباك ده، أو أفلت منهم بحكم الطريقة اللي الراجل عملها يعني. ما تقدرش برضو تقول يا عبقريتك يا فايلر، هكذا كرة القدم، التعديل والتبديل خلال أسبوعين لثلاثة يصعب، لكن في حاجة اسمها أمارة البداية، والرجل أعطى بدل الأمارة اثنين كمان، دي هتفيد وتفيد لعبته في ثقة غير عادية، هو قادم على فريق جمهوره وقبليه مجلس إدارته كان قلقان شوية مع السيد لاسارتي في آخر جولاته، فيأتي الرجل ليفوز خارج البلاد بماتش كرة كويس كمان لعبا، ثم يفوز على الزمالك في السوبر، حتى الهدفين اللي أحرزوا في مرمى الأهلي نتاج ضربتي جزاء. هل حضرتك شايف أن لو كان النادي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمود متولي ما كانش حصل إصابة، أو على الأقل واحد منهم بس هو اللي حصلت له إصابة، كان ممكن النادي الأهلي يحافظ على فارق السكور ما بينه وبين نادي الزمالك؟ بنسبة 80% من غير اللولوة وارد جدا، لأن الرجل زي ما قلت لك واضح أنه مذاكر ولاعبته مركزة، بمعنى أنه لو لم يصاب السردباكين في نفس الوقت واضح أنه كان عنده جزء تاني من الخطة، يمكن هو أصر عليه وعجبني لما لعب وليد. يبقى كده تفهم أنه لو الأمور كانت عادية للعب وليد مبكرا واخد بالك ويضغط هجوميا أكثر يعني. طب أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا في النقطة دي، بما أن احنا جبنا سيرة الكابتن وليد سليمان، هل حضرتك شايف أن الراجل جاي هو مدرب جاي يبص الاول بعد كده يسمع، مش جاي يسمع بعد كده يبص؟ يعني حضرتك في مدير فني ممكن مؤكد ليه بقى؟ اصل حضرتك يعني احمد الشيخ بره، بنتكلم في رامي ربيع بره، بنتكلم في يعني معظم العناصر الاساسيه اللي كانت موجوده معاك في ماتش غينيا الاخير مش موجوده، صالح جمعه بره، وبالتالي المدرب تقريبا يعني بدا يقول لهم انا بالنسبه لي الملعب هو ده الفيصل، انا مش هعتمد على سمع او ذكريات بقى او تاريخ حد يقول ده كان متألق ده كان أيوة صح كده، مش هيرجع لكان أيوة، لكن حينما تثبت انك من أيوة العشرين الكبار، وانا قلت لك لو حضرتك فاكر كل الاتيام اللي في كل الدنيا ومصر زيها زي الدنيا كرويا، بيبقى فيها على الاقل 18 ل20 لاعب بيدغدغوا بعض فنيا يعني عشان تسمع ال11 اللي هيبداوا، ومن ثم اللي بره عشان كده سميتهم لك رصيدك الذهبي في بنك الاحتياط، مش بدلاء بالمعنى اللي بيتقال كده، قد تغير نجم بنجم بوضوح شديد، وبالتالي الراجل هنا اسعفته وقدراته انه يقدر يعمل ده، فانتهج النهج برضه وقت تاني باكد لك النهج اللي بالمقاييس العالميه اللي هو بسعر اليوم زي ما بيسموها، بمعنى انه شاهد مش بس التمرين، خد 15 ماتش للنادي الاهلي اتفرج عليهم عشان ما عادش يقول له لقد كنت عمر ربيع ولقد كنت شركه تاريخ بقى وده كان احسن لعيب في المجره، لكنه في الطريق للمنطقه دي لما يكون ال 20 لاعب ان شاء الله، وكل الجمهور هيتابع والمحللين يعني بتحليل المتواضع هيبدا يعتمد على دفع، لو مش في يومه مش هيقصوا عليه، لكنه في فكرة الشحات ولا أحمد الشيخ هو لعب بالاثنين، ده اللي يقولك أنه عاوز يبقى عنده في المكان الواحد لاعب واثنين، لكنه في نفس الوقت قالك ليكون الراجل أراها فعندي بديل حفزه موجود وشايفه في التمرين كويس وشايف درجات أدائه، ومن ثم كان الفيصل هو درجات الأداء والأكثر قدرة على أنه يلعب بالتكتيك اللي الراجل حطه لخطته. ما احنا بقى متفقين بس عايزين نفهم جمهورنا، الخطط تبقى خطط واحده يعني، اي مدرب عنده خطه واحده لكن لها اكثر من طريقه اداء او اكثر من تكتيك، وبالتالي هو اعتمد على ده عشان كده قدر يخرج بالماتش، والقدر برضه او جنرال حظ بيساعد احيانا لما يعمل ايه؟ لما يخليك اتكهربت معاك بس النتيجه ما راحتش منك، جنبا الى جنب مع جنرال توفيق او جنرال حظ بتاتي صرامه اللاعبين بقى، مش صرامه المدير الفني، ظلوا على حماسهم، ظلوا على نفس الباور اللي بداوا بيه، ما حدش شاف خلل، ما حدش شاف ذعر، بمعنى ان وليد سليمان ينزل 10 دقائق فينزلهم لتحت، لا نازل عشان يحاول
مره واثنين وثلاثه، يعني كل التغييرات اقصد كان ليها رؤيه، لكن قطع استكمال التكتيك بتاعها فكره انه السردباكين اصيبا. دي اللي رغبتك كل الحسابات يا استاذ عصام. مؤكد. طيب النادي الاهلي شفناه كلنا كان بيتحرك ككتله سواء في الهجوم كمان، لكن الراجل ما اتخضش وادى العيش مش لخبازه، اشتغل على رصيد الخبرات زي ما انت بتقول، بمعنى لما جه يغير محمد هاني مين اكتر حد كان عايش التيم ده؟ هو اتفرج على ايمن اشرف سردباك، محمد هاني سردباك في مباريات، ربما كان معاه ماتش او اكتر لاحمد فتحي سردباك حتى لو مش في السنوات القليله الماضيه، لكنه سال سامي نودي هاني جوه ولا نودي احمد فتحي جوه؟ عشان كده المشهد اللي كانت جايباه الكاميرا انه سامي هو اللي بيتكلم مع الكوتش ستاف اللي مع الراجل وهو مستني قرارهم عشان يبدا يقول له سردباك ولا باك رايت. هل حضرتك شايف النادي الاهلي وتعامله ككتله واحده في المباراه، بنتكلم في المواقف الهجوميه والمواقف الدفاعيه، في المواقف الهجوميه بنلاقي ان الفريق كله كتله واحده، ثلاث خطوط، خط الدفاع، خط نص ملعب، خط الهجوم في التحرك الامامي. بنشوف المواقف الدفاعيه وتحرك النادي الاهلي ككتله ايضا تحت الكوره، وان هم ازاي بيضغطوا على نادي الزمالك وبيستخلصوا الكوره والتحول من الهجوم من الدفاع للهجوم. هل حضرتك شايف ان اسبوع او 10 ايام على الاقل ممكن يبدا مدير فني يحط بصماته على فريق كره القدم؟ اذا كان مقنع للعيبه، وده واضح ان هو ده اللي حصل، انه مقنع للعيبه مصدقينه، شافوا اماره. وانت كلاعب كوره انت تحديدا اكيد لما الراجل كان بيقول لك حاجه من وانت في الناشئين لغايه لما لعبت فريق اول، لما بيقول لك حاجه وتعملها بتروح قاطع الملعب، سيبك اللي بتقول لزميلك اللي قال لك هتجيب جون، لا للكوتش لانه اضاف لك، صح، وتروح قاطع الملعب ورايح له تحضنه وتبوس وتسلم عليه. شفت ليه؟ لان انت اللي قاله لك وانت نفذته افادك، وبالتالي الراجل شغال على الحكايه دي. واضح ان هو شغال على الاستحواذ، يعني بيقولوا اللي الفقرات التدريبيه، يعني واضح انه اشتغل على الاستحواذ، اشتغل على انه تسعه تحت الكوره، اشتغل انه احنا نلعب لعبنا ونجيب الناس تلعبنا مش نروح ورا لعبهم، اشتغل. لكن الحاجات دي بقى محتاجه وقت طويل عشان تبقى بسهوله الميه، يعني اسهل حاجه تشربها هي الميه، لا هي شوربه بتنفخ فيها ولا هو اكل محتاج تستطعمه، ده ووتر يعني ميه. وبالتالي عارف انت كان زمان واحنا تلامذه يقول لك ايه، حفظ ميه، حفظه زي الميه. وبالتالي هو شغال على التحفيز ده مع اكثر من 20 لاعب ربما مع القايمه كلها، لكن انا مشتم رائحه ان الرجل لن يدرب 30 او اكثر في نفس الوقت في ملعب التتش. شايف حضرتك مباراه الزمالك جت في وقتها علشان الاهلي نفسيا ومعنويا يحقق لقب قبل بدايه الدوري مع مباراه مهمه جدا مع كابتن حسام حسن، مباراه سموحه، وشايف ايضا ان هي جت في الوقت المناسب للراجل علشان يثبت نفسه امام لعيبته وامام جمهوره علشان خاطر يخش الدوري وهو معنوياته مرتفعه وهو عنده لقب في اقل من 10 ايام، يكون عنده لقب مهم زي ده امام نادي كبير زي نادي الزمالك. هي جت في الوقت المناسب لحاجتين، الاولى مجلس الاداره واللجنه وحسن الاختيار في حدود المطروح، والجزء الثاني لرجل جاء ليعمل، حتى هو ليه تقريبا مش تصريح علني، يعني عرفت يعني انه طلب منه مثلا للميديا الحمراء بعض التصريحات المداخلات او التصريحات، قال لهم حين يكون هناك ما اتحدث عنه ساطلب. وعلى فكره ده اللي بيحصل في كل العالم، لا تخرج حتى اذا كان منتخب مع الطاقم الاعلامي للمنتخبات او الطاقم الاعلامي للانديه الا لو لديك ما تطرحه. ليه؟ عشان تبقى على تركيزك وشغلك. وبالتالي لا، الكرة زي ما هي مجنونة قوطة وكل حاجة، لكنها في نفس الوقت عندها برضو مواقف وقناعات لازم تديلك عشان تحسسك انه الشغل ما بيروحش هباء. شفت ازاي لقطة لعيب النادي الاهلي في الاحماء تشتت عليها صورة مؤمن زكريا بعد الاهداف الاول والثاني والثالث، كل اللعيبة يعني بتعمل حركة مؤمن زكريا، هل ده حركة حاجه جديده على النادي الاهلي ولا ده دايما متعودين عليه؟ وبعدين كمان مؤمن زكريا تحديدا بسم الله ما شاء الله واضح ان كله بيحبه، كله متكاتف معاه، كله متعاطف معاه، حتى كابتن خطيب لما وثق عقده
في اتحاد الكوره، وكان حريص جدا ان هو قبل ما يسافر المانيا يكون موثق عقده انه كامل المكافئات وعقده مقدم العقد وكل الامور الخاصه الماليه باللاعب تكون منفذه قبل ما يسافر. فازاي شايف حاله الحب والترابط؟ هل دي بتكون سبب من اسباب نجاح فريق او فشل فريق استاذ عصام؟ مؤكد، لانها صيغه احترافيه. احنا صعب نسميها ما هذا الحب، ما هذا التقدير، ما هذه المعنويات اللي هي الحاجات الانسانيه. لكن الاحتراف كله انسانيه، الاحتراف الدليل ان ما فيهوش عنصريه، وفي لعب نظيف، وفي مال نظيف، ها، وفي انك ما تكسبش بالغش، وبالتالي الاحتراف، وفي فار. لا يعني الفار شيء بي انا اقصد المعاني الطبيعيه. صح، وبالتالي لو فريق الاعداد مش بالضروره يعني في الحلقه دي، في اي حلقه راجع كم كان للاهلي مواقف يعتبرها مسؤول الاهلي عاديه، لانه حق واحد من المؤسسه دي هي مواقف احترافيه، لكنها تعبر انك من المحترفين بتوع العيار الثقيل. مش محتاج تعلن وتفصح، لانه ده سيستم بالظبط كده زي مرتبك الشهري. طيب حضرتك اصبت، يبقى فورا اللائحه بتقول لا لبتاعه المشاركات دي، نسبه المشاركات، لا لتجزئه العقود، لا ايضا للبحث عن يورو واحد او دولار واحد لرحله العلاج. كل شيء مدبر من خزانه ناديك، وبالتالي الامر طبيعي جدا. اعتقد زي ما قلت لك، بل انا على يقين، مش بس مجرد اعتقاد، انك هتلاقي النموذج ده تكرر كثيرا. كل ما نتمناه انه ما يتكررش في اصابات نجوم كبار للكره المصريه، اهلي بقى زمالك، لكن كمان بقيه المواقف. يعني اعجبتني انه الجمهورين هتفوا باسم مؤمن، انما مثلا واحنا قاعدين بنعمل الاخبار كل جون يجي هنا او هنا بنعمل له خبر. اول ما لقيت اجاييه حط ايده على ودنه قلت لهم قولوا هدف اجاييه والفريق يهديه لمؤمن زكريا. وبالتالي ده ما يسمى بالترابط، ده ما يسمى بان اي فريق يبقى واحده واحده حقيقيه، حتى اللي بره، حتى اللي جوه، حتى جمهوره. وبالتالي ما يعني لا داعي ان نتحدث انها صيغه مستحدثه على النادي الاهلي، هي صيغه طبيعيه جدا وتقليديه جدا في النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب يوم السبت الماضي في دوري ابطال افريقيا، كسب 2-0، رجع بعد رحله طويله جدا جدا استعد بيها الى مباراه السوبر، ولعب مباراه سوبر وفاز على نادي الزمالك، وعنده اصابتين في خط الدفاع، محمود متولي وياسر ابراهيم. الاهلي اتمرن النهارده وهيتمرن بكره وهيستعد للقاء سموحه يوم الاثنين في الدوري. شايف اللقاء ده ازاي؟ اول مباراه في الدوري، وهل المباراه السوبر ليها عامل نفسي وايجابي للاعبي النادي الاهلي؟ وازاي ممكن سموحه ايضا يلاقي النادي الاهلي باسم كبير زي كابتن حسام حسن في القياده التدريبيه الفنيه؟ هو اللي هيعمله حسام حسن جنب شغله الرائع طبعا الحقيقه، انه هيحفز لاعبته. ما اجمل ان تفوز او تؤدي بامتياز امام ما بقاش بقى الاهلي بس، بطل السوبر والدوري المصري، وبالتالي ده نوع من التحفيز. لكن لو نقلت عند الاهلي بالحديث عن اصابتي قلبي الدفاع وكذا، لا، والاجهاد والارهاق حاجه مهمه. اتفقنا بقى ان الرجل يستطيع انه ينزل بالحمل، يستطيع جهاز الاستشفاء الريكفري الجديد، يستطيع انه يعمل التوليفه بقى اللي قلت لك عليها. هيلاقي رامي ربيع جاهز اغلب الظن، ايمن اشرف موجود، وايمن اشرف، وبالتالي هتسد له المساحه دي طبقا لرؤيته. لكن في كل الاحوال الموسم في بدايته الاهلي يعني لم يفز مع السيد لاسارتي بمباريات متدرجه كان يستحقها فريق الاهلي خلال الاعداد، وده اللي عامل الدروب البدني، او ما اطلقت انت عليها كابتن عمر، الارهاق. الارهاق ده يكون يعني، هل حضرتك شايف ان الارهاق اللي ياسر ومتولي تعرضوا ليه، هل ممكن نقول ان ياسر عشان بقى له فتره مش بيلعب مع مستر مارتن اسواتي، وكان بعيد عن اللقاءات وايضا لقاء قمه، وبالتالي في ضغط وانت عصبي ونفسي؟ ايوه، وانت يعني جديد على الاهلي والزمالك، حتى لو كنت قادم من الاسماعيلي او من الكبار، انا كنت لسه هقول يعني الحمل التدريبي مختلف، انت لديك اصلا حمل تدريبي مختلف. السلام عليكم. انت بقى لديك عبء نفسي في هذه الليله، انت تلعب في صفوف الاحمر الاهلاوي او الابيض الزملكاوي، وضدهم يعني. انت مع الاهلي او مع الزمالك بتلعب الاخر، وبالتالي هذه الضغوط النفسيه بتنقلب احيانا كثيره، مش احيانا بس، لاصابات عضليه. وبالتالي تزامنا مع، لانه لا يمكن يكون الراجل كل الفرق ادت بالعظمه دي ونقول ان في اوفر تريننج يعني.
لا لا صعب صعب، هناك ضغوط نفسية، لكنها اختارت اللاعبين الذين لم يعيشوا كثيرا لسه فين في النادي الأهلي، بتدريبه بالريكفري بتاعه بضغوطه النفسية بكل حاجة. ممكن مدرب يجي بعد مدرب يكون برضو في اختلاف في الجرعات التدريبية والأحمال البدنية، يعني رحيل مستر مارتن أسارتي وقدوم مستر ريني فايلر ممكن أصلا يعمل بعض الخلل أو يعمل بعض عدم التوازن في الأحمال التدريبية الخاصة باللعيبة، فممكن نشوف بعض الإرهاق والإجهاد على اللعيبة في البداية لحد ما يشربوا الحمل البدني. لا بالعكس، ده كان يحتاج ظهور أكثر من لاعب باين عليه الإرهاق حتى بدون إصابات. أنا بس بطمن علشان بس كل اللي بيسأل نبقى ايه عارفين ان الراجل. بالعكس دي حصلت مع سيد لاسارتي لما حصل اصابات اكتر، ضغط ضغط ضغط، هو حب يجود في البدني تك تك تك، فتحنا مستشفى الاهلي، كسر العضلات وفتح المستشفى. حلو الجمله. وبالتالي مش باينه مع الراجل، لانه كان لازم تلمح لاعبين وانت لعيب كوره عندهم اوفر تريننج. صح، في شويه رمل بلاش يصاب. صح، في شويه رمل مش فايق، نطته باينه، جريته باينه، برجله باين، مش محمل هو بيجري، مش محمل. شكرا. انا بس بحاول اقربها لجمهورنا، يعني مش محمل يعني مش شايل رمل في رجليه يعني. وبالتالي لا ما ينفعش نقول ده، نقول الثانيه اللي هي فكره منتهى التركيز. وبالتالي اتنين لعيبه جدد على الفانيلا الحمراء، الضغط العصبي والنفسي وتركيزهم، لانه كان ممكن على فكره يبقوا مشتتين. صح، لكن لانهم لعيبه عندهم ثقة في نفسهم وفي أدواتهم ما كانوش مشتتين فنيا. عارف لو كانوا وحشين فنيا ما كانوش تعوروا، لكن تركيز وجهد أوفر خلاه يظهر عليه ضغط نفسي وأدي لإصابة عضلية. طيب تقييم حضرتك لشخصية المدير الفني، حضرتك أكيد بتتفرج يعني بحس فني صحفي، فشفته في ناحيتين، شفته في الناحية الفنية جوه الملعب إزاي بيتعامل مع اللعيبة وبيتعامل مع المواقف اللي بيتحط فيها، تقدم بهدف والتاني والتالت، وأكيد طبعا دخل فيه هدف واحد والتاني، وكمان بدأ إن هو إيه يشوف الأمور ويوزن الأمور. لكن يا أستاذ عصام مفيش شك طبعا إن راجل شخصيته بره الملعب وقفته على الخط، هل هو مدرب عنده شخصية قوية بيتهز لما بيخش فيه هدف؟ هل المباراة اللي احنا شفنا ليها اللي شفنا فيها انه تقدم بثلاث اهداف فما شفناش رد فعله النفسي ايه، ولا بيعرف يعمل كنترول وسيطرة؟ وحضرتك قلت لا ده مدرب عاقل ومدرب رزين وبيعرف يتعامل مع المواقف، عشان ده مهم جدا. في مدرب يرتبك بعد هدف يخش فيه، في مدرب يعرف يمسك نفسه ويتعامل مع اللعيب. هو من مدرسة يعني السهل الممتنع، يعني اللي هو سويسري من الاخر، الاداء الطبيعي. يعني بمعنى ايه؟ ان لو هو من اصحاب النظرة اللي كده اوه جو بايز، او الناس اللي هم يجي لعبه مش عاجباه يروح عامل كده ورايح قاعد، دي مصيبه. هو مدرب شيك، بتحصل مع اجانب على فكره. هو لكن هو منطقي جدا، هناك اخطاء يجب تعديلها. عارف ده هيجيب لنا كده حاجه ما بنشوفهاش الا مع الاجانب بره مصر، ده ممكن يسالوه مره الاداء مش عاجب مثلا المؤتمر الصحفي، ماذا ستفعل بعد مثلا التعادل مع الزمالك؟ فيقول لهم سنذهب للدش والعشاء ولدينا عمل نؤديه، اللي هي الاجابات اللي احنا نقول له نعم. يعني ايه عندكم الاجابات اللي منطقيه عندنا، اللي هي من اعتبارها احنا لا منطقيه باعتبارنا كلنا خبراء يعني. فده من المدرسه دي. اهم ما يميز فايلر انه قادم او لسه شايل ايده من الحداثه، جاي لنا بأحدث حاجه ابديت السوفت وير الجديد. شكرا. بالسوفت وير الجديد الفيرجن ده لسه نازل السوق الكروي المصري. طيب الجمهور يا استاذ عصام، وده ملف مهم جدا وحضرتك اتكلمت، لكن عايزين نتكلم يعني شويه عنه ونعطي الجمهورين حقهم. لقاء القمه ب 5000 متفرج لكل فريق امر ممتاز جدا كبدايه مباراه اهلي وزمالك، لكن هل حضرتك شايف اولا تقييمك نجحوا في الاختبار مبدئيا؟ نجحوا في الاختبار، يعني سمعوا كل التحذيرات وكل الكلام اللي كان بيقال سواء على في الاعلام في مواقع التواصل الاجتماعي في الصحف والمواقع. يبقى بقى تفعيل ما يمكن ان نطلق عليه اراده الدوله واستثمارات الدوله المصريه اللي بدات مع الكان 2019، واللي قلت لك ان احنا فزنا فيها بكاس، انه مصر بقى عندها 22 23 ملعب مجهزين كما العالم. يبقى كاميرات شغاله، شركات الامن مدربه، يا حبذا لو بداوا يروحوا يتفرجوا على دوريات اوروبيه عشان يشوفوا بيدخلوا الناس ازاي ويخرجوها ازاي، تقليلا من المواجهات مع الجيش والشرطه او الشرطه والجيش، هما يعني جناحي امن وامان الوطن. ومن ثم اعتقد ان الجمهور ينقصه فقط الاستقرار من اتحاد الكره، واعتقد ان الاهلي كان مقدم مشروع
اللي هو يشبه الاونلاين او هو الاونلاين بعينه, انه الحجز يبقى اونلاين زي كل العالم, فتحجب السوق السوداء والتزوير والاقتراب من جيوب المصريين بكل الوان الانديه, وبالتالي مشروع يكمل الطريقه اللي الجمهور كان بيروح بيها الملاعب في الكان 2019, وهي طريقه عالميه فعليه ما حدش اقترحها. مصر صممت انها تجيب نسخه او فيرجن عالمي تطبق. الدوري المصري بدا النهارده, كان في 3 لقاءات, الجيش مع المقاولون العرب, الجونه مع الاسماعيلي, بيراميدز مع انبي. الجيش خسر 1-0, او طلع الجيش خسر 1-0 من المقاولين العرب. الجونه والحارس تالق بس خسر طبعا. الجونه خسر 1-0 بعد التعديلات الاعارات والتعاقدات اللي طبعا ابرمها من خلال النادي الاهلي, خسر 1-0 من الاسماعيلي على ملعب الجونه. وبيراميدز فاز 4-0 على نادي انبي في اولى المواجهات. يعني عايز اتكلم مع حضرتك في نقطتين. النقطه الاولانيه, رايك وتقييمك في الانطلاقه الاولى للدوري المصري الممتاز ده. الشق الثاني, هل هنشوف بعد اسبوعين 3-4-5 مدربين مش موجودين في القيادات الفنيه؟ والله هزعل قوي. واحنا بنتكلم عن تحديث وعن اراده الدوله المصريه في تدوير الات صناعه اسمها كره القدم, وفعلا اجهزه الدوله قدمت ما هو لوجيستي ومادي وكذا, وده لغايه الكاميرات وطريقه التصوير والبث وسنين وكل حاجه. تيجي انت تلاقي ادارات مبتذله مع قناعتها بعمر وعصام, فجاه على خلفيه نتيجه ما بتغيرهم, وكان العيب في السكان مش في المكان. لكن املي انه السيد عمرو الجنايني يمارس دور صالح للكره المصريه, الا وهو اللي يمشيك من نادي شلتوت يدفع لك بقيه السنه. طيب ايه راي حضرتك لو زودنا, تروح فرقه تاني؟ أيوة. كمان لا النادي تاني. لا مش المدرب, النادي. احنا عايزين نخلي الانديه انت عندك 2 مدربين بس اللي تكون تعرف تجيبهم خلال الموسم. لا ما هو انت هنا ايه, انت هنا مخليها شويه ايه يعني روتينيه. احنا عايزين نجبر الانديه. ما انت تجبر الانديه انها تدفع للراجل اولا السنه او السنتين كاملين وهو لا يتهاون إذا كانوا هيمشوه, ثم لا يذهب هو إلا لنادي آخر. طيب. وبالتالي أنت مش من غير ما تقول للنادي ما تجيبش, طب ما هو ممكن. مش هيلاقي. طب ما ممكن لا يلاقي إيه؟ طب ما احنا شفنا الموسم اللي فات عصام في مدرب بيدرب 3 أندية. ما هو أنت لو ما هو عشان لا. النادي. طب احنا لو قفلناه من ناحيتين, إن المدرب إن المدرب ناديين والنادي نادي والنادي واثنين مدربين. ممكن يحتال عليها بأجنبي. لا لا أيا كان, مصري أجنبي هندي. الأفضل هي فكرة أن يعطي للرجل حقه. طيب. وفايلر على فكره حين اختلف مع النادي السويسري كان بيدربه كان بيقبض مستحقات. طب ما كونتي كان بيقبض مستحقاته من تشيلسي وحصلت قبل تمام كده. وبالتالي نحن نريد فيرجن, انت اللي قلتها لي بقى, فيرجن عالمي بتاعتي. خلاص بقى خلصت يعني صح. ايه يعني بدل ما نقفلها على النادي والمدربين والسماسره من الاخر, في سماسره بالراجل واللعيبه كمان. وروح روح قليل للنادي, انت حر ما لم تضر, لكن هتدفع للراجل كامل مستحقاته. ومن ثم الراجل ده ما عندوش غير فرصه تاني. هنا هتصلح القاعده انه النادي مش هيلاقي بالساهل. والله العظيم بيلاقي مش هيلاقي لا اذا قفلت انت ان الراجل ما ياخدش الا فرقتين, هيجيب منين هو؟ ما هم اصل اللي بيلفوا صح. في الروتيشن هم يا عم عمر. فلما اقفل على 5-6 دول خلاص كده قفلت خلاص, كل واحد هياكل بقى ايه لحسه من نار الطبق وخلاص. طب هل الحته دي مفتوحه عندنا يا استاذ عصام؟ فعلشان كده عندنا المدرب لما يوصل 60 سنه يقول لك مدرب الشاب. طبعا هو مدرب لسه. يعني في مدربين كتير جدا مش عارفين ياخدوا فرصهم بسبب الموضوع ده, ان في مدربين في 5-6 عمالين يلفوا على الانديه, بيلفوا على الانديه مش عايزين ان هم لا هم يبطلوا يستسلموا ولا بس الانديه مستسلمه ان هي تبطل. تقول 60 59 سنه يقول لك المدرب الشاب. 59 سنه يقول لك المدرب الشاب. يعني كابتن حسن شحاته مسك منتخب مصر بعد ما يعني عمره حقق, طبعا كان ماسك المقاولين في الدرجه الثانيه, حقق بمنتخب الشباب. لكن بعد كل ده استاذ عصام برضه الفرصه جات له كده, يعني جات له قدرا وتالق واثبت. هل ده ممكن حضرتك لو قانون اتطبق ممكن نكتشف بيه مدربين نجوم؟ من غير هل, مؤكد يعني اجزم انه ده هيحصل. طبعا هتكتشف, طبعا هتكتشف. لانه في الاخر الناس هتاخد دراسات, هيبان شغلها في الملعب, هيبان نتائجها. مش كل شويه نتائج ولا شغل قلبه وقومه كده, لا نتائج ولا شغل, محدش بيحاسب حد.
طب شايف النتائج دي؟ شايف نتيجه بيراميدز وانبي نتيجه كبيره على كابتن علي ماهر في اول اسبوع؟ علي ماهر واضح انه بيحفظ طريقه. يعني اللي فهمته من الشويه اللي اتفرجت عليهم بيحفظ طريقه صعبه شويه قدام فريق تقيل. فريق تقيل ومعاه مدير فني نال منه يعني فكره انه رابط معاه في مباراه افريقيا امام الفريق الجزائري، وبالتالي مركز اكتر ولعبته فعلا فيهم نجوم تقال. وفي نفس الوقت علي ماهر كان ممكن يلعب ديفنس اجوجو بالبلدي كده فما يبقوش اربعه، لكنه كان مصر انه يبدا الموسم بنفس التدريب اللي شغال عليه، خطه وطرق اداء، وبالتالي محتاج وقت. لكن النتيجه طبعا ثقيله. لا اعتقد انه نادي زي انبي بيديره اداره شركه ناجحه جدا تبقى بتفكر بالقطع يعني، ولا تبقى هزلت صراحه. طيب شايف حضرتك الجونه بعد التعاقدات اللي اتعاقد معاها ولعيبه تقال جدا ولعيبه كبيره جدا على ملعبه اللي صعب اي حد يفوز عليه غير يعني بشق الانفس، بيخسر في اولى المواجهات امام الاسماعيلي بنتيجه 1-0. شايف الجونه ممكن الموسم ده خسر الكابتن حماده صدي. تمام، وانت بتجيب تيم زي ده تماما. وانت بتجيب تيم زي ده في لعيبه اكثريه منهم ارتدوا الفانيلا الحمراء، او طبعا لو من الزمالك كنت هقول لك ارتدوا الفانيلا البيضاء، دول الكبار، كان لازم معاهم مدير فني مقنع مش تحت التجريب. يعني تخيل مقنع دي وصل لدرجه انك مثلا لو قلت يعني حتى على حد معروف نوعا ما في اوروبا مش هيبقى مقنع ليهم زي حماده صدقي اللي ايده ورجله في العجين. وبالتالي خسر الجونه حماده صدقي في واقعه غريبه جدا. كان ده اوان الحصاد لما تحديدا قدروا كمان يوصلوا لاتفاقات ولموا حوالي 6-7 لعيبه من النادي الاهلي تحديدا. يعني هل حضرتك شايف ان الجونه ممكن الموسم ده يعني يكمل بنفس مستوى الموسم الماضي بما انه يعني لسه مستحوذ على القوام الاساسي للفريق؟ هيبان بعد ماتشين ثلاثه لان معاه لعيبه كتير كويسه، وانا مش بقول المدرب وحش، لكن فكره الفطام المبكر ده عن مدير فني كان مقدم لك جهد جهيد وهو من مدرسه المنافسه، وده اللي كان مخليه زي ما انت قلت عارف ينافس للاخر. حماده صدقي وانقذ الجونه الموسم الماضي من المنطقه اللي كان موجود فيها، هو خريج مدرسه المنافسه. صح، اهو ده بقى اللي كان محتاج الجونه يدعم وجوده. لكن باللعيبة اللي موجودة دي والإدارة المحترفة جدا، وأنا ده برضو يقيني في الجونة، لا هيلم نفسه الجونة. مباراة الجيش أو طلائع الجيش والمقاولين العرب، وكابتن عماد النحاس يعني أثبت وجهة نظره أنه هو لم يفضل الوجود في جهاز الفني للمنتخب الوطني كمدرب عام أو ك يعني ايا كان ايه المكان اللي هيكون موجود فيه، بس بعيد عن القياده الفنيه، وفضل انه يكون موجود مع المقاولين العرب، وبالتالي اجنى ثمار رايه انه صح واثبت للناس انه صح وفاز على خصم قوي جدا او منافس قوي جدا هو طلائع الجيش 1-0 في البدايه جداً. وزي ما حضرتك عارف ان الثلاث نقاط الاولانيين بيكون ليهم دفع قوي وبيكون لهم مذاق مختلف، وايضا اشاره او مسج لكل المنافسين الموجود في بطوله الدوري. بتسميها كمان الماتش الاول ده انه ليه واقع السحر عليك اللي هي بدايه يعني حصاد جزء من شغلك، فلما بتفوز بالثلاث نقاط حبذا مع فريق كبير بتبدا انت لعبتك تاخد مزيد من الثقه في نفسها. لكن ببساطه شديده المقاولين ممكن يروح حته ثانيه خالص لو فضل عماد والذين معه وفريقه على نفس الاجتهاد ده، انما طلائع الجيش انا مش قلقان عليه لانها فرقه مشاغبه جدا ومؤسسه منتظمه، وده مهم في الكوره. بكره ان شاء الله هيكون في لقاءات اسوان الوفد الجديد مع الكابتن مجدي عبد العاطي امام مصر للمقصه، انتاج الحربي امام اف سي مصر، وادي دجله امام طنطا، والمصري امام حرس الحدود. اسوان ومصر للمقصه بما انه فريق لسه طالع وبيعود من جديد لبطوله الدوري الممتاز، هل شايف ان اول مباراه امام الكابتن احمد حسام ميدو ومنافس قوي زي مصر للمقصه ممكن تعمل للكابتن مجدي عبد العاطي مشكله في البدايه؟ طبعا وارد جدا، لكن كره القدم مش هتعترف في الاخر يعني بالكلام الرسمي نظمي فهمي الا ببذل الجهد على ارضيه الملعب. ممكن يحصل مفاجات في العصام في المباراه؟ وارد جدا، ليه لا يعني. طب مين الحصان الاسود اللي ممكن تشوفه في الدوري الموسم ده؟ هل في حد حضرتك حاطط عينك عليه ولا لسه هتشوفه وبعد كده تحكم؟ محتاجين كتله من المباريات من 3 لـ5 ماتشات عشان تقول مين الحصان الاسود، عشان تبدا تقول في فرقه. ليه ما نقول الحصان الاسود؟ لانه هيبان مؤشراته مش نتائجه في الاداء. اداء من 3 لـ5 مباريات على وتيره واحده، على ايقاع واحد، ها، بتنفيذ واضح يبين ان في كتشنه
وفي جهاز تدريبي تبدأ ساعتها تقول الجياد السوداء ربما أكثر من جواد كمان. هل حضرتك شايف ان انطلاقة اف سي مصر امام الانتاج الحربي ممكن ايضا تمثل مشكلة لاف سي مصر بعد ما يعني تخلى عن جهازين فنيين، الاول الكابتن محمد صلاح وبعديها الكابتن اسامة النبيه؟ الحقيقة انا مش فاهمهم، يعني هل هي ادارة نادي طبيعية ولا ادارة شركة ولا بيديروا الاثنين مع بعض؟ ما يزعلوش مني يعني. واضح ان اللي بيسوق الكرة معهوش رخصة، معهوش رخصة سواقة كرة قدم يعني. ليه يا سيدي بتقول كده؟ لانه من غير المقبول ولا المفهوم ان تاتي بجهاز فيه محمد صلاح راجل بيشتغل في الحته بيك. دي صعد بيك. وصعد معاك ومشاغب جدا في المكان ده ومع الانديه دي، بل على العكس بيحولها لمرحله الجري في سبق الجهاد السوداء كمان. ففجاه تتخلى عنه ثم تاتي باسامه نبيه وهو اكتسب خبرات عديده جدا من تجربه المنتخب، ثم فجاه شكرا مع السلامه، وكانك يعني لديك مشروع تجاري الله اعلم بقى، عايز تبيع لعيبه، عايز تشتري لعيبه، هل ما علمناه ان الفكره فكره بيع الفريق ده حقيقي ولا لا الله اعلم. برضو محتاجين 3-4 ماتشات نعرف اف سي رايح على فين. وادي دجله امام طنطا وايضا تجربه صعبه، نادي طنطا امام وادي دجله، وادي دجله خلاص يعني انسجم مع مستر تاكيس جونياس وبالتالي اثبت جدارته واثبت اوراق اعتماده في الدوري المصري، واثبت انه مدرب كبير مع الفريق اللي موجود في دجله. حضرتك عارف دجله من الفرق المستقره جدا اللي عندها شكل في الملعب، شايف ازاي تجربه الكابتن ايمن المزين في ان هو سنه اولى دوري ممتاز بعد ما يصعد بثلاث فرق مختلفه، وده الفريق الثالث اللي بيتمسك بيه اخيرا. على فكره ممكن يضايق قوي تكيس، مع ان تكيس ده مدرب رائع وحديث جدا، وانا يعني من ضمن الحاجات اللي عجبتني مع السيد فايلر انه بيلعب من تحت برضه. يعني شفنا على الاقل من كل 6 لعبات يروح للشناوي او لحارس المرمى الاهلاوي هتلاقي 4 على الاقل بيبدا بيهم فين؟ حيث الخط الدفاعي يعني. وبالتالي دي طريقه الراجل اللي هي موجوده في كل العالم، بنلعب من تحت زي ما بيقول. انما ايمن المزين مدرب جامد قوي طبعا في بعده برضه، مربع الانديه الشعبيه لكنها ليست الغنيه، لانه هو لا يعول كثيرا على شراء نجوم غاليين، لكنه يستطيع بعينه ان يلتقط جواهر ويوظفها للفرقه دي عشان ندي له حقه الحقيقه. وبالتالي ربما يضايق دجله. طيب المصري وحرس الحدود، حضرتك شايف ان هي يعني مواجهه متكافئه ما بين ناديين موجودين من زمن في الدوري الممتاز وبالتالي عندهم الخبرات، ولا حضرتك شايف كابتن طارق العشري كابتن ايهاب جلال وقرار عدم تدريب الكابتن ايهاب جلال منتخب مصر هل هيكون عامل سلبي ولا عامل ايجابي زي كابتن عماد النحاس؟ لا هو عامل ايجابي بس مش من ايهاب، ايهاب مدرب رائع يعني عنده الخلطه دي يعني، وطبعا كابتن طارق العشري وهو من هو يعني في التدريب برضه عشان ندي الراجل حقه، لكن اللعيبه اللي ايقنت ان ايهاب قعد معاهم واللي كانوا بيطالبوه وعملوا له غنوه خليك هنا خليك بتاعت العظيمه ورده دي وركبها له رحمه الله عليها، خليك هنا خليك وبلاش تفارق، بالتالي اعتقد ان اللعيبه هيبقى عندهم حافز اكتر من حرس الحدود يقدموه لايهاب جلال، واذا قدر ليه النادي المصري انه يحرز هدف هتشوف اللعيبه هتعمل ايه وهتروح فين، وقد تكون كمان قبل المباراه جاهزه هي والجمهور ربما لكلام لمداعبه مع ايهاب جلال، لكن حرس الحدود مع طارق العشري طعم تاني. استاذ عصام يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا كالعاده، بتمتعني وبستمتع بوجود حضرتك استاذ عصام. شكرا ربنا يخلي حضرتك. كده وصلنا مع حضراتكم لنهاية الفقرة الحوارية الأولى مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، نروح لفاصل وبعديها نروح لفقرة أعتقد أنها فقرة تكون مفاجأة، فقرة مهمة جدا جدا مع الكابتن محمد كمال ومع اللاعبة رنيم زكي علشان نتكلم عن تجربة احتراف نسائية في الدوري الأسباني في نادي سانتياغو الميري، ولكن بعد الفاصل.